السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيم، كيف حالكم؟ معكم اخوكم عبد العزيز او طرباخ. ها اصبر، انت الضيف حقنا. لا اصبر، ما قلت لي انا. طيب بس اسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيم، كيف حالكم؟ معكم اخوكم عبد العزيز او طرباخ. مقطع جديد ما يضحك. وضيفنا لهالحلقة الاستاذ الكبير المخضرم اللي ما يعصب ابد، دمه بارد جدا، وما قد شفته يضحك في اي مقطع فيفا. الا والله قد شفته ما يقدر يضحك مقاطع فيفا، بس يعني دائما يعصب. ولكم احمد. مو مرة للدرجة. طيب انا حياك الله يا احمد. اول شيء لي الشرف اني اكون في هذه السلسله العظيمه الرهيبه اللي انا اتابعها واحبها وادعمها. ترى داقك لايك اثبت لك بالله. اصبر، لازم اثبت لك داقك لايك يا ولد، عشان لا اني والله اني كذاب ولا شيء. ها شايف، اهلين اهلين متابعينا مشاهير يا شباب. الله يخليك. كل هذا ترى ما طلعنا في الترند، يعني حتى احمد شو يتابعنا ما طلعنا في الترند. الترند يا ترند وين؟ باذن الله هذه حلقه نطلع في الترند باذن الله. جاهز؟ عارف ام دامك تابع، خلاص عارف النظام السلسله صح ولا لا؟ معروف معروف النظام. بسم الله. ثلاث مرات خسران والخسران يكعها على وجهه. يلا نشوف. بيها دق خشومه. تراني تراني نفسيه تسميني يضحك واجد، تشوفني في اللقطات ضحك. تراني نفسيه، كل اللي يجون معي يقول ترك نفسيه. ابن صاحب الشركه وش يعني يمثلون؟ ضحكت على اللقطة؟ يا اخي الله انه رهيب يا اخي. تذكرت يا اخي ولد المدير. يا ابتدائي كان يطبلوا له المدرسين والطلاب بنفس الطريقة. احمد بديت تطيح من عيني. اللقطة ابد ما تضحك. والله ما تخسر عشانها يا اخي. شيء شيء والله انه ضحك. اوكي اوكي 1-0. انا مالي دخل، مالي دخل ابدا. 1-0. طيب 1-0 عادي تلقم بعدها. اصبري انتبه دق الشمور. يلا يا اخي سبحان الله، اي مقطع فيه رقص ما اقدر اتحمل، ما اقدر ما اقدر لا اقاوم. التعم بتر لا مو التعم بتر، الله يصلحك. هذا موت، هذا ممنوع استخدام هذه الاشياء في المنزل صراحه. يعني ايوه كذا مرتد. اوتح اوتح تح. او ماي جاد. ارباح وقف. هي تمغص تجيب لك سرطان في كبدك، هو اخس منها. بالضبط بالضبط. انا بقلب عليها اكثر من بقلب عليها. والله اني اتفق. طيب اقسم بالله حاولت ابدي لا صيده. اي لا صيده لا صيده. يا كوميدي يا كوميدي. وات نو ووتر. بطفيها. زيت ما ينفع تحطين مويه. لا بتقب تقب. غلط غلط. يا الله يا لا، حطت مويه حطت مويه حطت مويه على الزيت. بتطفي النار بمويه. هو الزيت اذا اشتعل، معروف هذه، الزيت اذا اشتعل وحطيت عليه مويه يزيد زياده. هي حطت مويه قالك بتطفيها. غلط. تكتمين القدر اوكي، تجيبين طفايه طفينها اوكي، تحطين مويه لا. انا كاني شفت زيت. لا 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 مويه مويه. شوف شوف شوف. تقول لها مويه، حطي مويه. تقول لها وات نو ووتر ووتر. شوف شوف. ووتر ووتر ذس حرقنا البيت. ووتر مويه مويه. علبة موية. بس غلط تحط معلومة ما ادري، يمكن الناس ما يدرون عنها بس معروفة ذي. الحمد لله اني دريت. ما تدري؟ سويتها يعني. والله ما تدري. لا يا احمد والله ما ادري انه اذا 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 الزيت اشتعل ما تحط موية. لا ما تحط موية. ما تحط موية. يا تغطي أوكي. القدر تغطي القدر كذا بطريقة، يعني تجيب الغطاء تغطيه بطريقة كذا من اليمين اليسار وتكتمه عشان ما يدخل هواء ويطفى، او انك تجيب طفاية حقت ذي والزيت وتطفيها بس. يعني انا لو كنت معهم كان سويت هذا الشيء. اي كان انفجر البيت. لو تتصل على صديقك بتقول على بصيصك اللي كان محذرك منها. والله ذي رهيبة ذي. استغفر الله. 2-0. طعم الشغلة هذه جامدة. 2-0. الله النجم. 2-0. القم القم. صارت لك ها؟ بالله ما تضحك. والله تضحك بس اقدر امسك ضحكتي. انا قايل لك ترى كورة تضحك. جلطة جتني وغلطة.
والله ما تقطع عليها عشان عشان يشبهها صح. اللي مركب مقطع جامد لين واحد. انا قد شفت مقاطع كثيره كان مركبين عليها اول مره اشوفها صراحه. انا قد شفت عشان كذا ما ضحكتني مره. الله يا جامد التركيب. اوكي لين واحد كان ينتظر الكف. شا ماي جاد او ماي جاد. شكل ابو خاف من الكاميرا خل عنك ولا كان سطره كف. اقسم بالله يا ابوي سطرني عشان يا جلدني جلد عشان كذا السواقه عشان القومه تعرف يوم تحط الاول في الكلتش تحطه الاول بعد تضغط كلتش مثل الاول يا جلدني جلد الارض عشان تنتع. حلو اي عشان المتعة هذه كانت عقده حياتي ترى. انا عقده هذا يضحك. لا الظاهر هذه ترى مو عادي اتوقع مو بيسوق عادي. دعس مع اللفه دعس ظهر رقه رصيف فهمت. شف يعني حد تماتيك اي تماتيك شوف رقه رصيف رجع نزل ابوه اصلا يعني ترى عندهم في امريكا لو يطق ولده او يعني على اسباب باخه يقدر يشتكي ابوه الولد. هو شوف كان بيسطره ترى بس شوف شاف الكاميرا اول إيه. شاف الكاميرا اول إيه. إيه. شاف الكاميرا اول صدقني اصلا حتى ولده ما سوى كذا لانه عارف انه دائما يضرب اي في حركه دفاع عرفت اللي بيسد وجهه. حتى هو شوف شاف الكاميرا عرف انه الوضع هنا في امان. انا شفتها من قبل شفت النظره شوف في النظره اللي هنا شوف ايوه هذه شوف ابن الزبال الاب والله عبالي انه رحيم وقلبه حنون. لا يا حبيبي او الله دي او ماي تي الله فتك مي اند جايد مي. اوكي حلو اللقطه. عصبت عليه اسمي ايش كنت باك تكسب اجر. قال له والله عارف حركاتك عشان كده ما توضيت. يا ابن على اجر غلط والله. شكرا احمد على التعليق الجامد. لا 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 لا, لا يرحم امك. ما ضحك يسكى يسكى واو واو طقي وصل الشباب يقلع عمره صاخ هذا اللي يصور وصخ. يا حياتي انا لا تحط ولده بدخل انا في القدر. يا الله سبحان الله. اي شوف هذه الطريقه اللي اقول لك عنها احترق زيت. شوف انا تعلمتها في ارامكو والله صدقني. كذا تغطي ال شوفوا يا امزح بس افتحها بسرعه المفروض انك تقفله وخلاص المفروض تسويها كذا انت. التركيب جامد جامد ضحك اول. ثلاثة اثنين كل واحد تحسب له ضحكة. ثلاثة اثنين لا مالي شغل. انت من يوم ما بديت فصلت احسب. لا ما تضحك علي ما اشوفك. طب حتى كلنا ضحكنا على الفيديو. الا كلنا ضحكنا على الفيديو القم. ايه بس مين اللي بدا؟ انا اللي بديت. هو اللي انا بديت ضحك. لا انت ضحكت قبلي بعد خلاص. ثلاثة اثنين لا انت ضحكت قبلي ترى انت ضحكت على فيديو. انا اضحك عليك اضحك على الفيديو نفسه بعدك عادي. لا شوف ايوه عادي اذا انت ضحكت بعدي خلاص
انا اهم شيء اني ضحكت قبل. لا قوانين الكويت قوانين تقول الفيديو هذا لو ضحكت عليه انا وياك يعتبر الرجال فاز مرتين مو فاز مره، فهمت يعني؟ هذه تحسب لي خساره لي وخساره لك، يعني 3-2. يعني بس خلاص انا خسرت. انا ذحين انت خسرت. ايه ايش الفائده؟ خلاص خسرت فزت يعني خلاص. انا فايز يعني القم اخيرا. انا وجعني صدري، انا وجعني صدري، بس الفيديو هذا جامد اسطوره. هني ام اللي سواه صراحه. يعطيك الف عافيه احمد، شكرا لك، الله يسعدك يا رب. شكرا لك على حضورك وعلى صبرك على الفيديوهات الامانه. حاب اقول كلمه تم او كلمتين. امر. طبعا انا متابعين السلسله يا جماعه، والله العظيم متعب 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 جدا ان نحصل شيء يسوى ان نضحك عليه. النقطه الثانيه، انا كنت افكر اني اسوي مقطع زي كذا في قناتي، حلو، حتى قلت الطرباخ، بس للتعب خلاص كنسلت. والله 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 ترى يعني. ترى حرفيا ترى في ناس صورت معهم يعني زي فيرفل، ترى صورنا ساعتين ونص عشان نطلع. اوه ماي جاد، بس والله ذا يفوز، هذا يفوز، هذا هذا والله حاولت اكتم الضحك عجزت والله. بس شكرا لك والله يا احمد، شكرا لك مرتين، لانك اولا طبيعي صبر. معلومه يمكن عامه، في معلومه عامه يمكن ما حد يدري عنها، اذا يوتيوبر يتابع شيء في اليوتيوب اعرف ان هذا شيء كويس مره. ليش؟ لان ما اليوتيوبر غالبا ما عندهم وقت انهم يتابعون، ما يتابعون الا الشيء الكويس. هذا شرف لي اني لا اذا ما في وقت نجيب الوقت الغالي. جعلك تسلم يا جعلك تسلم. لا والله جد يعني انت قلت ليها قبل انك تتابعها، واكثر من يوتيوبر كلمني قال اني اتابع السلسله هذه، فشيء يدل ان السلسله معجبه الناس كلها، فالحمد لله شيء اتشرف فيه صراحه الامانه. يعطيك الف عافيه يا احمد، ولا تنسون قناه احمد ورابط حسابات احمد كله تحت، لا تقصرون معه. يعطيكم الف عافيه جميعا، نشوفكم على خير، فما الله.